أسئلة ما ينفعش تسألها لأي موظف بنك. الحقيقة إنه في كتير جدا جدا بيدخلوا على موظف البنوك وبيسألوه بعض الأسئلة اللي هو ملوش أي تدخل فيها أو ما يعرفش إن هو يرد، فأرجوك ما تسألوش عنها أبدا. من ضمن الأسئلة هو أسئلة زي يا ترى الفايدة هتزيد ولا لأ، يا ترى البنك المركزي هيقرر إيه. الحقيقة إن موظف البنك ملوش علاقة خالص بهذه المواضيع، هو يعني موظف علمه زي علمك. القرارات الخاصة بالبنك المركزي دي البنك المركزي بيكون فيها سرية كبيرة جدا ومحدش بيبقى عارف عنها أي حاجة، عشان كده هو علمه علمك. فطبعا علشان ما تكسفوش أرجوك أرجوك بلاش تتكلم معاه في المواضيع دي، لأنه أكيد مش هيكون عنده أي معلومة. في الغالب يقولك أكيد إن شاء الله الدنيا هتكون أفضل، لكن ما تسألوش عشان ما تحرجوش. تاني سؤال، الأسئلة الخاصة بالموضوعات الشخصية واحدة من ضمن الحاجات اللي للأسف كتير جدا بيسألوا عليها، ودي من أسوأ الأمور. يعني إيه؟ يعني أنت تيجي تدخل لموظف البنك تقول له أنت حضرتك تعين من إمتى؟ أه هو البنك بقى فيه وظائف إمتى؟ هو فيه وحضرتك متجوز؟ ده ما شاء الله، ده أنت جميل، حضرتك عندي عروسة؟ كل الحاجات دي من ضمن الأسئلة اللي ما ينفعش إنك تسألها لموظف البنك أو أي موظف تاني، خاصة كمان الأسئلة الخاصة بالتعيين. يعني مثلا ده أنا بنتي ما أعرفش إيه متخرجة، ده أنا ابني، ده أنا متخرج، عيني، أنت اتعينت إزاي؟ ما تقول الخطوات اللي أنت، الحاجات دي أسئلة شخصية جدا. تقول لي طب ما في إيه ده أنا بسأله على الخطوات؟ لا، أنت هنا بتسأله أسئلة شخصية جدا، وهو أكيد وقته ولا اللي هو قاعد مكانك. هتلاحظ هنا يقولك قدم على الموقع وتابع، هيحاول ان هو بالنسبة له يكون واضح، فأرجوك حاول انك تركز في الموضوع ده. تالت أسئلة ما ينفعش انك تسألها لموظف البنك هي الأسئلة العامة جدا. ما ينفعش مثلا تيجي تقول له ايه انا عاوز استثمر فلوسي، او انا فكر لي كده يا ترى ايه الأحسن. كل الأسئلة دي أسئلة عامة جدا. تقول لي طب ما هو دوره ايه؟ الحقيقة ان الموظف المفروض بيديلك منتجات البنك او بيحاول ان هو يوضح لك ده، ولكن ليس من المشترط عليه ان هو يكون بالنسبة له واضح. فخلي بالك الأسئلة زي دي العامة جدا هتخلي الشخص اللي شغال في الوظف في البنك يطرح لك حاجات كتيرة جدا جدا، فهو في الغالب بالنسبة له هتكون إجابة عامة. ففي الغالب هيقولك طب حضرتك عاوز إيه؟ حضرتك عاوز شهادات ولا ولا، عشان تكون بالنسبة له واضحة. من ضمن أيضا الأسئلة اللي لازم تخلي بالك منها هي فكرة الراتب. ما ينفعش أبدا تسأل موظف البنك يا ترى أنت بتاخد مرتب كام؟ يا ترى أنت بتاخدوا أرباح؟ أنتوا بتاخدوا فلوس قد كده زي ما بيقولوا؟ بلاش تحرج حد بالسؤال ده سواء موظف بنك أو غيره. ودايما خلي بالك إن الأسئلة دي ما ينفعش أبدا إنك تسألها لموظف بنك أو غيره، لأنها من قلة الذوق وبتخليه محرج بشكل كبير. كمان من ضمن الحاجات اللي ما ينفعش انك تسال موظف البنك عليها انك تساله على موضوعات عامه جدا سواء سياسيه او اقتصاديه هو ملوش دخل بيها. زي مثلا ممكن تساله يا ترى ايه راي حضرتك في المواضيع دي، او تدخله في موضوعات كوره او كل الحاجات دي. هو يحاول ان هو يقول لك طب شكرا يا فندم، ولكن الاصرار عليها بشكل مهم جدا من ضمن الحاجات اللي ممكن انها تعمل ازعاج كتير. لا ننسى طبعا ان احنا اسوأ حاجه انك تدخل على موظف البنك وتبدا فيها نوع من انواع التحرش، تقول لها حضرتك جميله جدا، حضرتك يعني اسلوبك حلو، وايه الشياكه والحلاوه دي. كتعليق كويس، ولكن لما بيزيد بيقلب بنوع من انواع التحرش وفيها نوع من انواع المعاكسه، خاصه كمان يقول لك اصل هي مش متجوزه. فخلي بالك هنا بتعمل احراج ليها ولنيك، وهي كمان بتبقى عيني مش قادره انها ترد عليك، او فبتحاول انها تكون ذوق وفي نفس الوقت بروفيشنال، فبلاش تضعها في هذا الموضوع. لن ننسى كمان انك تسألها اسئلة صعبة جدا في بعض المنتجات البنكية. لو وجدت موظف البنك مش عارف يرد على حاجة معينة وقالك طب انا هسأل، فتحاول هنا انك خليك ذكي انك تعرف بانه ما عندوش الاجابة. فخلي بالك انك بلاش تحرجه بكثرة الاسئلة الكثيرة في هذه النقطة. اسئلة كتيرة ما ينفعش ان احنا نسألها لموظف البنك. خليك محدد، خليك ذوق، اوعى تسأله على الموضوعات الشخصية ولا الموضوعات العامة جدا ولا قرارات البنك المركزي، ولا انك تفكر ان هو محلل اقتصادي يقول لك. او بعض الناس تيجي تسأل موظف البنك هي البلد رايحة على فين، الاقتصاد رايح على فين، الدنيا رايحة على فين. حضرتك هو علم وعلمك، وممكن هو اصلا يكون بيأدي شغله وبيرجع. يعني مش لازم كل مصرفي ان هو يكون متعمق في الاقتصاد وعالم اقتصادي. فبلاش تسأل هذه الأسئلة لأنها مش هتكون مناسبة ليه ولا كمان ليك.